شاء الله الصفيحة الصفيحة السورية. الصفيحة السورية يا جماعة. يلا حي. مع الشيخ أبو عطية. الشيخ مشايخ كفر الشيخ. كفر الشيخ. تسلم لك يا معلم. الله يبارك لك يا حبيبي محمد يا محترم يا أبو مسك يا غالي. طبعا البيتزا عايزينك تعمل لنا كام بيتزا والله ده والله ما صورنا تصورها ايه عامل عندنا والله هي بسيطه خالص وحشتنا البيتزا بتاعتك انا هقول لهم انا بجيب لك حتتين من الجريلا والبطاطس بتاعتك في السلطه والله وحشتنا البيتزا ايوه انا اللي مسجع من الصلصه عندي الفقراني بدنا على من احسن الاول يامي والله يامي 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 الطريقه احسن منها اول كمان يا ابني تخليك بيتزا حلوه وعجبه عجبه عجبه كمان صغيره برضه هتعملها مع البيتزا على طول يا جماعه انا شايف في السعوديه اللي جماعه نفسه بعيد حسن والله يا ابو عدنان مشكله بس من زي ده انت مشكله